مساء الصحة والجمال عليكم، معاكم سلمى سليم في برنامجكم هي الحكاية ايه. تعودنا كل حلقة بقول لكم حكاية مختلفة، بس حكايتنا النهاردة في كل، بلاش نقول في كل، بلاش نجمع، بس في معظم بيوت المصرية. طيب، طبيعي جدا في طبع الست المصرية لازم، وما اعتقدش ان اي ست خلت منها، ان لازم امسك موبايل جوزي واقلب فيه واشوفه عمل ايه وما عملش ايه وكلم مين لازم بتيجي على كل ست مصريه الحته دي. طب انا مثلا بقلب في موبايل جوزي ولقيت شات او حب بينه وبين واحده، شات حب مش شات صداقه مش زميله، جيت انا بواجه جوزي ووقفت وقلت له انا شفت واحد اتنين تلاته، حاجه من الاتنين هتتعمل. يا اول حاجه هيقول لك انا اسف ومعلش وحقك عليا وكانت نزوه وخلاص مش هتتكرر تاني، ودي هنقول لك هتعملي فيها ايه. والحاجه التانية يا اما هيطلع بجح، هيقول لك انا بحبها وعايزه اتجوزها، وهو كده هو كده انا بحبها وعايزه اتجوزها. لا بقى رعى شعورك ولا رعى ان في اولاد ولا رعى اي حاجه، وايه انا حقوقي، انا الشرع حلل لي اربعه، هتحرمي اللي ربنا حلله؟ معانا النهارده بقى في حلقتنا انا عايزه اعرف ردودكم، هتعملي ايه لو جوزك جه قالك انا بحب واحده وعايزه اتجوزها؟ هيبقى اهون عليك ان يكون بيكلم واحده وبالنسبه له نزوه، ولا هيكون اهون علي، ولا هتقولي لا ده حلال ربنا ويتجوز؟ مستنيه تليفوناتكم، هتواصلوا معايا على الارقام اللي على الشاشه، وطبعا كل ده هنناقشه معانا مع الدكتوره منى شاكر، استشاري نفسي وتعديل سلوك وارشاد اسري. برحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك يا سلمى؟ عامله اهلا ايه؟ بيك يا دكتور. انت ايه رايك بقى الاول في القصه دي؟ والله هو انا اتمنى ان لا ده يكون موجود ولا ده يكون موجود. يعني الطبيعي الحياه الزوجيه المستقره اتنين اختاروا بعض بيكملوا حياتهم مع بعض. لكن رايي طبعا من البدايه تفتيش الست ورا التليفون، احنا هرينا الموضوع ده كلام علشان البيوت يكون فيها نوع من انواع الاستقرار. ما هو ده بيرجع لقلة الثقة. وهي قلة الثقة، والله يعني في وجهة نظر كده بسيطة بالنسبة لي، قلة الثقة بقت جاية من استهتار البنات ان هما بيلعبوا في موضوع ده متجوز يعني اخد وقت معاه شوية، او بالظبط، ده كنت لسه بالعكس هتكلم فيه. ده هيبقى اسهل من الموضوع ده. للأسف لان هو في كبوة في المجتمع، في البنات عايزين شد ودانهم شوية، عايزين ده يفوقوا حاليا في حاجات كتير في الوقت الحالي. فطبعا ده انتشر جدا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نقول بعض، مش كل البنات عشان ما لا نبقاش بعضهم، بنجمع. كل حاجة هنقول منها بعض. مشكلة ان دلوقتي انتشر ان يبقى الزوج متزوج وخلاص، اللي في البيت هي في البيت وانا بطلع بره، انا زميلتي في الشغل يعني عرفتها في اي مكان ما، انا برتاح معاكي وبقيت بلاقي نفسي معاكي، وعارفة الاسطوانة اللي هي بقت بتتقال من الازواج طب ما خلاص اتحفظت. انا قابلت واحد متجوز هقول له انت مرتاح معايا ليه؟ يعني انا بقى هسمح للموضوع ده في حياتي ليه؟ ما هي هو كل بقى حاجة ليها طرفين. ليها طرفين، بس خلينا نقول ان هو مدي مساحة كبيرة قوي، وخلينا نقول ان البنات عاطفية شوية، يعني البنات بتجري ورا الكلام الحلو شوية، فلما اجي اقول انا بحبك وانا اصل اللي في البيت انا مش لاقي نفسي معاها ومضطرة اعيش عشان الولاد، وتلاقي بقى ان العلاقة بدأت من هنا وبتندرج. بصي انا هقول لك على حاجه، اوجه رساله للبنات علشان ما يبقوش عاطفيين ويسمعوا الكلام ده والحاجات دي كلها. لازم تفهم طبيعه الراجل. الراجل من طبيعته ان هو صياد، مش علشان الست فريسه وضعيفه والكلام ده، مش هناخد يعني منطلق الكلام ده. صياد معنى ان هو صياد، ان هو كل فتره عايز يصطاد حاجه حلوه تبقى معاه. نقول فلما انا طمع. اسهل طمع وشيء هو عارف ان هو عنده اوبشن، عنده حاجه ربنا مديها له ان هو ممكن يعدد. لكن التعدد حاجه، تعدد الزوجات حاجه، وتعدد الصداقات والمعارف والعين الزايغة والانسه في حياتي متعدده، أيوة دي حاجات حاجه، دي تانية. حاجه تانية. فهي الفكره كلها البنت دلوقتي لما بتقابل واحد وبيقول لها انا متجوز بس مرتاح معاكي وتمام وبتكلم معاكي، طيب هل انت هتقبلي لنفسك ان انت هتكوني الطبيب النفسي بتاعه وهترتاحي معاه وبس؟ المشكلة بقى بيضحك من ناحية ايه، انا عايزة اجوزك لا هو بصي مش بيضحك. ولو قدامي الفرصة ان انا هتجوزك هتجوزك، وبصي يعني خلاص انتي، انا شايف يعني بصي ربنا فوق وانتي تحت، اللي في البيت دول انا مضطر
مضطر، رغم في سبحان الله ان في رجاله منهم طول ما هو بيكلمها مرعوب ان اللي في البيت تعرف عنه حاجه، مرعوب اكيد انها عشان تقرا ده مسج، تلاقي استقراره، موبايله ده بيتمسح اكيد اول طبعا باول. اكيد طبعا عشان ده استقراره، وده الادعى اللي يخليني انا لما اكون انا رقم اتنين وببقى شايفه الرعب ده كله والحرص ده كله، يبقى لازم افهم ان انا فتره مش اكتر من كده، لان انا باقي على استقرار الاسره اللي عندي، لكن انا فيا طبع معين ولاقي اللي بيساعدني على ده فهكمل فيه، ايه المشكله؟ يعني هو بالنسبة للراجل هو يا دوب، طب في مقولة بتتقال معلش جت في بالي دلوقتي واحنا بنتكلم، ان الراجل لما بيلجأ بره او بيعرف واحدة بره بيبقى من جواه شايف عشان يعني ايه حياتي الأسرية تبقى كاملة، يعني ما بقاش مضايقهم وخانقهم في التانية البيت، هتسبب السعادة أكتر. فالتانية هتخليني مبسوط فانا هعرف ايه اوزع السعادة دي بقى في البيت. ومقولة تانية بتقول ان البنت بقى، خلينا برضو ان احنا بنقولش ان الراجل بس، ان البنت بقى اللي بتعمل كده بتبقى هي مقررة ان انا مش هكمل مع جوزي ده، عكس الراجل هو بيعمل كده عشان اعرف اكمل الحياة الأسرية تمشي. دي ايه؟ والله وجهة نظر الراجل دي احترمها امتى؟ وعلى عيني وعلى راسي، لما ايوه يحس ان في فتور في الحياة الزوجية، في طلبات او احتياجات لي غير ملباه في البيت الاساسي اللي هو اللي بنام كأسرة واولاد وكل حاجة، ففي الوقت ده بيقرر ان هو يكون عنده زوجة تانية مش معرفة تانية. انا ضد تعدد المعارف، تمام تعدد الأنثى بلا مسمى في حياة الراجل وانت متجوز ملهاش معنى. حتى يعني اكتشاف، بصي اكتشاف الست ان جوزها متجوز عليها نفسيا هيبقى مؤلم، لكن هي في الاخر هتحس ان هي عايشة مع بني آدم حافظ على القيم والمبادئ والأخلاقيات، ولما حب ان هو يعمل حاجة عمل شرع ربنا واتجوز حتى لو أخفى عليها ده لفترة وهي اكتشفته. لكن لما تيجي تكتشف الخيانة، فأنا ابتديت أتعامل مع بني آدم اتشالت منه معنى القيم والمبادئ، اتشال منه حرصه على أولاده، لأن ممكن يكون عنده بنت في يوم من الأيام أنا ببني كما تدين تدان. المستقبل بتاعها، بتقي ربنا علشان الحياة اللي جاية بتاعتي، فهنا نفقد الإنسانية لا مش مقبول يعني. فاكتشاف الزوجة التانية أهون بكتير من اكتشاف بس احنا، الخيانة. طب احنا هقول لك حاجه، بس معانا نسمه من الغربيه، اول اتصال. الو ألو، الو، ايوه نسمه، أيوة أنا مع حضرتك. ازيك يا نسمه الاول، عامله ايه؟ الحمد لله تمام بخير. قولي لي انت متزوجه ولا لا؟ متجوزة. طيب قولي لي يا نسمه الاول، جاوبي على سؤال حلقتنا وبعد كده يعني ايه نسمع منك اللي انت عايزاه. ترضي اتفضل. ان جوزك يتجوز عليكي ولا يبقى ليه معرفه او يخونك، ويعني ايه اللي هي حاجة زي نزوة كده وتروح؟ لا طبعا، ولا ده ولا ده. طب اذا اتحطيتي في الخيار يعني خلاص هو يا ده يا ده، هتختاري ايه؟ انهي اهون بالنسبة لك؟ والله بصي، هبعد، مش هبعد. هختار برضو حاجة من الاثنين. بس احنا ما اخترناش حاجة كده يا نسمة، انا عايزة يعني اعرف مفترض ان انا اختار من اختياراتك. انهي تأثيره اقل عليك يا نسمة. بيتهيألي يبقى الخيانة مش الجواز. الخيانة، بصي زوجة مصرية أصيلة، الخيانة. ماشي اتفضلي يا نسمة، سؤالك يا أستاذة نسمة. لا انا كنت بس عايزه اشارك بس واقول رايي في اتفضلي. الموضوع، ان الموضوع صعب بس شويه بالنسبه للزوجه المصريه. إن الموضوع بيكون صعب. شكرا يا نسمة، بشكرك. طبعا انا بحييها جدا ان هي شفتي قالت يخون. خيارها، لا هي قالت خيارها الاول ان لا ده هي ولا ده هتبعد، كتير على هي فكره، مش هتتحمل ده ولا هتتحمل احنا ده. عملنا استفتاء على الفيسبوك فكتير قالوا لا ده ولا ده. اكيد ماشي انا طبعا. هقرا لك الاستفتاء بس شويه كده، فقولي لي ان في ستات كتير بتفضل ان انا جوزي يعني ايه، انا زي الفريك ما احب الشريك، انا جوزي يعرف واحده يومين بس ما يتجوزش عليا. قولي لي انا المفروض لما انا الاقي حاجه زي كده او الاقي علاقه، ايه اللي الصح الست تعمله؟ والله المواجهه بصي بالطريقه دي. الموضوع ليه يعني اتجاهين ملهمش تالت. لو انت اكتشفتي حاجة زي كده وقررتي ان انت تصارحيه، انت حتى عشان تتعاملي معاه بعد كده يا اما هو هيندم ندم فظيع، او ان هو هيقول خلاص هي عرفت وكملت وقعدت معايا في البيت وعجبتها الدمعتين وعجبتها هكرره الكلام، تاني وتالت فممكن ورابع. اكرره تاني بما ان هي عرفت الشيء ده وايه
وكملت معايا. وقبلت. وهو برضو من هنا دي بتبقى نسبة ذكائه قليلة، لأن هي ممكن تتحمل أول مرة مرة، بس مش لكن تيجي هتتحمل التانية تاني. أنت مش هتضمن رد فعلها في المرة التانية، فهي يا هتكمل يا إما هتقول ستوب، أو إن هي والأصلح إن هي تعرف إيه السبب في إن هو يعمل كده، يعني بما إن هي قرت، مع إن أنا المشكلة ضد. كمان ان بيوصلوا ان بيخليها ما عندهاش ثقة في نفسها، بتوصل لمرحلة ان انا طب هروح اغير لون شعري بقى، هحط مش عارفة ايه، هعمل يعني عارفة، تحسيها هقص هلبس فبيوصل يوصلهم لمرحلة عدم الثقة بالنفس لمجرد ان البسطة. بص يعني اي زوجة بتحس بجوزها البسطة، مجرد ما بتختلف بتعرف ان في حاجة غلط. بصي هقولك على حاجة، الراجل المصري راجل شرقي، مهما عدت عليه الأيام والسنين واختلفت الأزمنة واتطور ودراسة بقى وسفر وكل حاجة، هو راجل شرقي في الأول وفي الآخر، بيحب إن جمال مراته يكون ليه هو، فهو مش ممكن هيبص لبره علشان تغيير لون شعر لا أو بيبقوا، انا علشان متهيألي لا، بيحصل. طب دي ممكن مثلا إيه، حد في التلفزيون. طب اتفضلي. احنا معانا سامر من اسيوط. الو ايوه، راجل بقى. لو سمحت كنت عايز اشارك في البرنامج. انا كنت متزوج وحس المشوار طلاق. طبعا قعدنا 2 3 سنين، اول سنه كان حس الحمل وتوفى الواد يعني بطنه، بعد 2 3 سنين حاولنا يحصل حمل ثاني ما حصلش، وكان في مشاكل عنديها يعني. جيت اخر 3 شهور اتلغيتها عن قلبي شويه، مانيش عايزه تغسل تكنس السلم ولا تخبز ولا الكلام ده، وحاولت احل المشاكل دي ولقيتها طلبة طلاق، ويا اما في مشاكل بين الطرفين يعني والعيلتين يقعوا. واللي عرفته ان هي اتجوزت قبل العده باسبوع، و مجرد ما طلبت من هنا قبل الشهر الثالث، قبل ما يعدي الشهر الثالث اتجوزت وعقدت ودخلت وكل حاجه. وكل ما اخش في مشوار جواز اتلاقاها، كل ما اخش في مشوار جيزه هتلاقيها هي توقف لي المشوار وتبعت ناس توقف في المشوار ده. وقعدت فوق السنة على كده على أساس خطوبة وجواز أخش طب في المشوار. انت طب معلش، دي يعتبر هي يعني خاينة، وكانت حاطة في دماغها طب مشوار جواز. استاذ سامر يعني هو المطلوب، بس عشان الوقت يعني لو لحضرتك سؤال عايزاه يكون واضح، لو حضرتك ليك سؤال انا عايزاه بس يكون واضح. السؤال يعني الخيانة بتبقى من الزوجة أكتر، وهي ما حدش يفهم المرأة أصلا إن هي مثلا حاطة حتة الجواز في دماغها وبتعمل حاجات كتيرة ومحدش، وتبرر الحاجات دي على أساس حاجات تانية يعني. تمام، بشكرك يا أستاذ سامر. هو بيتكلم عن التجربة هو بيتكلم الشخصية. عن تجربة شخصية لزوجته، وإن هي اتجوزت يعني هي اتجوزته وبعد كده طلقت وقررت تتجوز تاني. ويعني خلينا برضو نقول إن في ستات يعني مش لا هو كلهم، بصي هقولك على حاجة، هي الست المصرية لا تقهر. أنا ده معاكي حقيقي يعني الأغلبية اللي هو لو عشان اتطلق قوة تحملها. بالظبط. لا ولو يعني أنا عايزة بس أوصل حاجة، إن لو الست المصرية اتطلقت النهارده الراجل ساعات بيفكر ان هو كده يعني طالع بنفسه، هي مكسوره. بس انا بشوف ان الناس لا بتنجح بعد طلاقها وبتتجوز تاني وبتخلف وبتعيش حياه تانيه. هو على حسب ما سمعت، يعني لو انا سمعت صح، هو بيقول المشكله ان هي بعد ما اتجوزت، هو كل ما بيمشي في جواز بتعرقل له الجواز بتاعه، فهو عشان كده واخد الموقف ده. لكن لا طبعا، بعد الطلاق كل الاتنين من حقهم ان هم يعيشوا حياتهم بالطريقه اللي هم عايزين، لا هي نهايه العالم بالنسبه لها ولا نهايه ولا العالم ينهيك. بالنسبه له. تمام، طب انا عايزه اعرف انواع الخيانه ايه. بصي انواع الخيانه في العصر الحالي تعددت جامد جدا، يعني زمان كنا نعرف الخاين عرف واحده على مراته وفي علاقه ما بينهم غير شرعيه، دلوقتي لا، تلاقيه دخلني ده بيكلم واحده على الفيسبوك على الواتساب على الماسنجر، ده دي واحده معاه في الشغل، دي واحده جارتنا، دي من القرايب، يعني الخيانات اصبحت متعدده. وللاسف بس عشان مش نكون، كل المكالمات بتكون مثلا مسمى خيانات، أيوة طبعا يعني مش كلها فيها هي، لا مشاعر. أنا مش هدفي المكالمات اللي ما فيهاش مشاعر، تمام، لا هي للأسف بقى في مكالمات فيها مشاعر. اصلا مع 1 و2 و3 و4. طبعا، ما هي دي المشكلة، وبقى في برامج متعددة متعددة الأسامي، ومن كترها ما بقتش بركز فيها،
بيبقى الراجل او الست بيعملوا عليها علاقات غير شرعية، فدي بقت بتسهل كمان. يعني لما الست بتمسك التليفون دلوقتي بتلاقي ابلكيشن الرومز بتاعته كلها عبارة عن حاجات غير شرعية، يعني بيمارسوا حاجات غير شرعية من خلال، فده نوع جديد من انواع الخيانة. انا قاعد ومش مش بروح ولا باجي، بس ولا بعمل بتجوز بلوى بس وانا قاعد في البيت برضو، وببقى شايف واحدة غير مراتي وعايش حياة تانية خالص، وده بيغنيني عن التواجد مع مراتي. اصلا معانا باشمهندس صلاح يا دكتور. الو، السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام، اتفضل. ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا ويوفقنا معاكم يا رب. ربنا يخليك، اتفضل. بالنسبه للزوجه الاولانيه، هو النبي محمد سيدنا رسول الله قال ايه؟ قال الدنيا متاع وخير متعها الزوجه الصالحه. اي تمام المراه الصالحه. تمام صح؟ صح. طيب مش هي السبب في الموضوع ده؟ هي الاساس؟ يعني انت شايف وجهة نظرك ان الزوجة بتكون هي السبب في هي ان السبب جوزها يتجوز عليها؟ هي السبب، هي الاساس. طب مش يمكن هو عنده مشكلة؟ هي السبب، هي ممكن تغير وضع. هي اللي بتغير. طب لو هو اصلا رافض العيشة خالص هتعمل ايه؟ لا دي موضوع تاني. هو لو اتجه ربنا، يعني ربنا ايوه، هيفتح عليه. انت كده جبت نقطة حلوة. هو لو متقي ربنا، انا عايزة اوصل للنقطة دي. يعني هو النقطتين اللي اتكلم فيهم حلوين جدا. يعني هو فعلا في ست في مجتمعنا، في بنت بتتربى على ان هي اهم حاجه تهتمي بنفسك وتهتمي بحاجات معينه في حياتك لغايه ما تتجوزي. اول ما تدخلي بتنسى باب كل ده. البيت مش مشكله، اعملي اللي انت عايزاه، انت خلاص بقيتي زوجه. المهم دلوقتي 9 شهور وتخلفي، المهم الولاد المدارس، بتنسى تماما ان بقى في شريك حياه ليه متطلبات وليه احتياجات بالكلام وبالمعامله وبحسن المعامله ومشاركه الاراء ومشاركه الحياه. فده بيبقى جاب كبير جدا ما بين الزوج والزوجه، بيبقوا هما الاثنين دخلوا مشروع وكل واحد ماشي في اتجاه، كل واحد مفيش ماشي في حياته. مشاركه. تمام. فده فعلا هنا انت تقدري تقولي بمنتهى الامانه ان الست هي اللي ما قدرتش توفق ما بين الاثنين، ما قدرتش تقود الحياه الزوجيه بشكل ده لو سليم. هي يعني بالنسبة لها ان في مشاكل، بس في راجل، هو يعني انا شفت حالات يقولك لا هو انا كده كده هتجوز تاني. يعني انت لا ممكن هو تكون في ناس مراتك بتقول كده من ايام ده الخطوبة. اصلا، يعني ده دي مراتك وما فيهاش غلطة، عشان بس الناس ما تفهمش ان عشان ما هو طبيعي، طبيعي زي ما هو شكله بيتغير بعد الجواز، ويعني جسمه بيتغير وبتاع وشعره، اكيد هي برضو ليها مراحل عمرية بتتغير. يعني خلينا نبقى منطقيين، يعني صح، بصي انا شفت ناس جمالها مش على حد، يعني جمال وبتتخانق. رائع وبتبقى مخلفه وبتبقى يعني ست انت تحسي بانبهار اول ما بتقابليه، وتكتشفي مره واحده ان جوزها متجوز حد تاني، بالظبط، ان هو والحد مختلف. التاني احلى واجمل وعايش حياته كويس جدا، وفي توافق ما بين الاثنين. هنا بترجع النقطه هنا، ودي دايما انت بتلاقيها في يعني المستويات العاليه اللي هم عندهم امكانيات ان هم يفتحوا بيت واتنين، او في مناطق مثلا الصعيد، الارياف، اسوان، اللي هي من عاداتهم ومن تقاليدهم يبقى ان فيه هم زوجة ثانية. يعددوا الزوجات. فهو دلوقتي الراجل بيلاقي ان عنده امكانيه ان هو يفتح بيت تاني وما كرهش مراته، بس هو حاسس ان هو عنده اوبشن عايز يستخدمه. بس حضرتك قلتي حاجة، عنده إمكانية يفتح بيت تاني، ما يبقاش تمام، راجل مش عارف وعنده يكفي احتياجات امكانيه في بيته، العدل. ما يبقاش راجل مش عارف يكفي احتياجات بيته طول الوقت بيهدد مراته أنا هتجوز تاني، أو بالتالي يبقى عايز يتجوز تاني. حضرتك قلتي نقطة برضو اللي هي لا، هو يبقى في إمكانياته إن هو يفتح. لا هي اصل ده ربنا هو اللي قالها لنا، ده العدل والامكانيات وكل حاجه. هو ربنا مش هيحاسبك على قلبك، انت ممكن تكون متجوز 4، امكانياتك انك تتجوز 4، امكانيات ماديه وصحيه واجتماعيه وكل حاجه متوفره بالنسبه لك، لكن في واحده مفضله بالنسبه لك انت بتحبها، دي حاجة القلب تانية. ربنا مش هيحاسبك عليه، ده اللي خارج بره منطقه العدل. تمام. ففي الوقت ده الزوجات راضيين وهو راضي وفي حياة مستقرة وفي أولاد وفي يعني حياة كاملة ماشية على كده، وهم في رضا وفي تكملة للحياة. انت مش هتقدري تلومي حد ومش هتقدري تقولي للست ولا تقللي من شأنها، لا هي عارفة ان جوزها هيتجوز تاني وتالت ورابع وهيخلف من دي وهيخلف من دي، وهم قادرين وموافقين ان هم يعيشوا كده، فما فيش خلل وما فيش ان هي تفقد الثقة تمام. بنفسها. عندك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. تمام. يعني ممكن زوجة ما تتحملش وجود زوجة تانية، حلو، نفسيا ممكن زوجة فعلا تموت فيها، يعني اللي هو لا انا مستحيل جوزي يتجوز عليا،
فدلوقتي انا اتحطيت في حتة ان هو انت الصح، يعني انت بتيجي تخيرني وانا يا اكمل يا ما اكملش. هو ده مش اعتراض على كلام ربنا، ولا اعتراض على تعدد الازواج، قد ما هي عدم قدرة على على استحمال ده، تحمل الوضع. على تحمل ده، نفسيتي مش هتقدر على ده. ساعتها بيكون الزوج في اختيارين، يا اما هيخرب بيته وهيطلق ويبقى فيه اولاد وفيه عشان يتجوز، يا اما هيقرر يقعد معاها. ده ايه؟ بصي، هو قرار ان الست توافق على وجود زوجة تانية قرار صعب صعب جدا. جدا جدا، مهما كان المستوى الاجتماعي ومهما الست ست في كل المستويات وعلى كل الاوجه، ولكن قوة التحمل بتاعت الست ونسبة التنازل بتاعها، علشان دايما هي يعني ده اوبشن موجود فيها، ان انا باخد حاجة مقابل حاجة، مش شرط ان انا احصل على كل حاجة. طب فهي اتفضلي، طب اتفضلي، كملي يا دكتورة، فهي انا لما اسفة. بتختار ان هي تكمل في الحب وتكمل في حياتها، وفي نفس الوقت تلاقي ان هي هتوافق ان يبقى في زوجة تانية، هتتعب في الاول شوية بس مع الوقت هتتأقلم. طب انا هسألك سؤال في ده، بس معانا اتصال من أميرة. الو، الو، ايوه أميرة، ايوه ايوه ازيك؟ عاملة ايه؟ طب الحمد لله. طب أميرة، ليكي سؤال؟ لا طيب أنا هسألك أنا سؤال، أنت متزوجة ولا لأ؟ لا، طب لو أنت يا أميرة متجوزة، ترضي إن جوزك يتجوز عليكي ولا يبقى في علاقة نزوة وتروح لحالها؟ أميرة أنا مش سامعة عشان صوت التلفزيون اللي عندك. أنا بشكرك، انا عايزه ارجع لكي كلامك يا دكتور. ليه حطيتي ان الزوجه لازم تتحمل، معلش عشان يعني قبل مكالمه اميره، ليه حطيتي ان الزوجه لازم تتحمل وتحاول تيجي على نفسها وعشان هو يتجوز او ياخد الخطوه دي؟ هي بصي، يعني هي انا لاحظه، هو انا مش بشوف ان دي سنه انانيه منه مش منها؟ بس هو شرع ربنا محلله ده، شرع ربنا محلله ده. فربنا لما حط الشرع، يعني لما انا حط ده كست، انا كست مش هقدر استحمل ده، قلت لك مش هقدر تمام، بكل الطرق، مش هعرف، وما بيننا ولاد ليها اختيار ان هي ما تكملش. ما تكملش. هو تمام، هو وليه اختيار، ما هو في راجل بيرجع عن قراره، في راجل لما بيحس ان هو هيخسر شريكة حياته ما هو بيرجع عن قراره، وفي راجل بيقول لك لا انا هلاقي سعادتي وهكمل سعادتي في ان انا قابلت الانسانه دي، وعايزه تمام، بيبقى في ايده الاختيار وهي كمان في ايدها الاختيار. يعني انا هقعد 20 سنة مثلا متجوزة شخص، وبعد 20 سنة هو قرر هيكمل مع واحدة تانية، وانا قررت ان انا مش هقدر خلاص اكمل معاه، هو هيكمل. معلش السؤال بقى، عشان يعني وعلى فكره ده بيحصل من ده الستات، بيكون، ثواني ده بيحصل من الاتنين، من، لا خليني يعني بس في في واحده الرجالة بتعيش الاول. 20 سنه، لا انت لازم تكوني فير في ايوه الاتنين. ماشي، ما انا هجيب الاتنين والله، بس خليني بس في الاول. هنيجي بس بعد 20 سنة وانا استحملت معاك كل مشقات، انت عارفه طبعا يعني الستات المصريه بتتحمل حاجات محدش يستحملها، ظروف وكل حاجه، بعد كل ده وارجع اجي الاقيك نسيت كل ده، اترمى على جنب، وعايز اعرف دي او اتجوز دي، انا هبقى سعيد مع دي. دي ما بتبقاش فيها حته انانيه؟ لا هي حتة أنانية، لأن الراجل بطبيعته أناني. ما انا احنا محتاجه الكلمه دي، انا بداية مستنيه الكلمه كلامنا دي من احنا اول قلنا طبيعة الراجل كده، أناني. طبيعة الراجل عنده الأنانية، ودايما بيبقى عايز يفوز بأحسن حاجة، وعايز دايما يبقى حاسس ان هو صياد. وصياد فين؟ في عالم الأنثى اللي هو متاح ليه ان هو يبقى في حياته عايز أربع يحس ان ستات. هو بقى يعني. دي طبيعة، دي طبيعة ربنا خلقه كده، هي دي طبيعته. احنا معانا الو اتصال، مروة. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، ازيك يا مروة؟ الحمد لله، اخباركم ايه؟ الحمد الحمد لله. لله. مروة انت متزوجة ولا لا؟ انا مش متزوجة، بس كنت عايزة اقول رأيي. اتفضلي. هو في حالة يعني حصلت قريبتنا وكده، فكنت عايزة اقول انه كان عايز يتجوز، فكنت عايزة اقول ان هما مش يعني هو يعني معاها متزوج وسنوات كتيرة، بس ما ينفعش بعد مثلا السنوات دي كلها اللي عدت يجي يقول انا عايز اتجوز. هو اما يا سبب يا فراغة عين، ما فيش سبب ما يتجوز، يبقى فراغة عين، لو امكانيات صعبة يبقى هو يتجوز. ايوه، يعني انت يا ثواني بس يا مروه، يعني انت لو متجوزه ما ترضيش ان جوزك يتجوز عليكي اصلا؟ لا لا، عشان مش ناقص عشان طب يتجوز، طب لو في سبب، لو في سبب يخليه يتجوز، ما لو في فيش سبب سبب يبقى خلاص. يخليه يتجوز.
بس لو ما فيش سبب ما يتجوزش، طب ولو ولو قلت برضه لك، امكانياته ومساعداته برضه ما طب ولو قلت لك ده شرع يتجوزش. ربنا يا يا مروه، ها؟ ولو قلت لك ده شرع ربنا وحلال ربنا، هتقولي ايه؟ ونعم بالله، بس لو شرع ربنا بس. شفت؟ ايوه، ما هي دي خانة اليك اللي احنا بنتحط فيها. ها، بس صراحة يعني أنا من رأيي طالما ما فيش، هو مثلا عندي كل الإمكانيات وقادر كل حاجة، بس أنا مش مقصرة في حاجة أو ما فيش سبب، خلاص ما يتجوزش يبقى يسكت. بشكرك جدا يا مروة، الاتصال ده جه بصراحة على مزاجي دلوقتي. مروة قالت لك يعني هو بعد 20 30 سنة ويجي يقول لك انا عايزة اتجوز، اصلا زي ما هو عمره راح يا عمره راح، شرع ربنا، تبقى دي انانية عين فارغة. لا هي ولا هي رغبة في الحياة، هو شايف ان هو لسه عنده حياته وعايز يكمل مع واحدة تانية. طيب وهي، انا عايزة اقيسها برضو من ناحية الست، وهي طب هي طلبت ان هي ما تكملش حياتها؟ ما هي في ست بتيجي بعد 20 سنة تقول لك خلاص انا مش قادرة اكمل معاه، انا اتحملته باصعب صفاته عشان ولادي يكبروا واطمن عليهم وخلاص مش قادرة اكمل معاه، وبتنهي حياتها على كده. بس طيب هي المجتمع مش هيتقبل ده من الست زي ما هيتقبله من الراجل. المشكلة مش ما بتقفش على الزوج وعلى الزوجة، يعني المشكلة ما بتقفش ان احنا الاتنين قررنا ما نكملش، فاحنا الاتنين قررنا ان علاقتنا تنتهي. للأسف بيبقى في اولاد في النص، بيبقى في الطلاق ده بيأثر على النفسية بطريقة سلبية على الاطفال، ساعتها يكون التصرف مع الاطفال ايه؟ والله يعني موضوع الطلاق ده والتعامل بعد كده مع الأطفال، سواء كان الطلاق في مرحلة أطفال أو في مرحلة شباب وكبار، أو في ناس كبار جدا بعد ما أولادهم بيتجوزوا بيقرروا خلاص إن هما مش هيكملوا الحياة مع بعض، إن هما صبروا لوقت معين وخلاص مش هيكملوا، ودي موجودة في المجتمع وبنقابلها. كل وقت لازم الزوج والزوجة منفصلين بيحترموا متطلبات ولادهم وبيأدوا واجباتهم، هم اتطلقوا كلمة وخلصت الحياة ما بينهم هما الاتنين، لكن أولادهم ليهم حق، ليهم حقوق عليهم، ليهم حياة لازم ترسموها، حتى لو انتم مش عايشينها ارسموها وادوها لهم علشان يعيشوا أسوياء في المجتمع. هو للأسف يعني هو صح، بس احنا بنوصل في مرحلة ان احنا لو اتطلقنا الولاد انا مش هوريك الولاد، يعني بتبقى الأم عندها مش شوية غل بس شوية ايه اللي هو بتحاول ترد جزء من كرامتها، بتحاول ترد على الموقف كله، فلا هتحرم من الأب من ولاده، او العكس لو الولاد مع الأب فبتحس ان في حرب قايمة بين الاتنين او لو الولاد مع والولاد الام ضحية في النص. والزوج مانع تماما ان الزوجه تتجوز تاني حتى لو كان سنها صغير وممكن ان هي تتجوز وتعيش حياتها، في مشاكل كتير جدا، ولذلك احنا لازم نتعامل بانسانيتنا في الموضوع ده. دلوقتي اتنين اتجوزوا نتج عن جوازهم اولاد، لكن هما كزوجين مش عارفين يكملوا مع بعض، يبقى خلاص بنهي الحياه الزوجيه زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وده الشرع برضه ان هما يخرجوا بالمعروف. ولادنا ملناش دعم، ملهمش ذنب في اللي احنا عملناه، بالعكس انتوا صح، حمل عليهم، انتوا حمل على حمل عليهم باختياركم السيء لبعض، اخترتوا بعض اختيار غلط، او لو اخترتوا صح ما عرفتوش تكملوا مع بعض، هم بقى ليهم حياتهم من حقهم ان هم يعيشوا، فنبعد عن مشاكل لا يشوفوا لا ما يشوفوش، لا والاب يصرف بما يرضي الله، والام لو في ليها ان هي هتكمل حياتها الزوجيه مع حد تاني تكملها وتعيش توافق مع اولادها. تمام تمام. احنا معانا استاذ رجب. الو، السلام عليكم يا فندم. ايوه استاذ رجب اتفضل. حياتي ليك وتحياتي للاستاذه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. وتحياتي لفريق الاعداد والله مشاهدينك يا فندم. سؤالك ايه يا استاذ رجب؟ سؤالي بالنسبه يا فندم، هو ايه المانع ان الواحد لا مؤاخذه اول حاجه يحس الاختيار؟ تمام. حس الاختيار ده بيبقى فيه احفاظ بين الزوجين. طبعا انا متجوز ليا 35 سنة، ما شاء الله. ما تمام ما شاء الله. حصلتش أي مناقشات نهائي نهائي، لدرجة إن زوجتي تعبت وقالت لي اتزوج، قلت لها مش ممكن أبدا أبدا. يعني يا أنت رافض إن، يعني حضرتك رافض يا أستاذ رجب إنك تتزوج على مراتك؟ وهي اللي قالت لي، يعني هي اقترحت وحضرتك رافض، طب أنت رافض ليه؟ رافض لأني لما أخذ في 35 سنة خدمتني وخدمت عيالي طبعا، فانا ممكن ارد لها برضه الجميل بتاعها اقل تقدير اقل حاجه. فبنقول حسن الاختيار ان ادى لما عريس بينقي واحده
اهم حاجه اشوف هي بتصلي، انما هو بيبص ان هي جميله، بيخش على النت، بيخش على الباك بوك، ولا بيخش على الحياه دي. الناس بيسالوا ان هو بتصلي او ما بتصليش، عارف والله ربنا ولا ما عارف. والله يا استاذ رجب انت مثال مشرف. تحب تقول لمراتك ايه بقى على الهوا كده؟ اقول لها بحبك. الله، بشكرك يا استاذ رجب. ربنا يديم عليكم السعاده. بصي ده مثال، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. بصي ده مثال يعني يفرح، يعني هي المكالمه تحسيها اصلا وموجودين، صدقيني وموجودين. موجودين. هو شايف ان انا مراتي دي تعبت وربت ولادي وعشت معايا كل ده، يعني وتعبت كل السنين معايا على الحلوه والمره، ويعني اقل تقدير لي. ما هو بصي المجتمع فيه، احنا مجتمعنا جميل، تحسي ان هو ميكس من كل حاجه، يعني لا ده ميكس في حاجات تانية يعني صعبه. المجتمع المصري مجتمع رائع، تحسي ان فيه كل حاجه، بتنبهري بشتى الطرق، يعني بتنبهري في مستوى الخيانه، بتنبهري في مستوى الوفاء، بتنبهري في مستوى العطاء، بتنبهري في مستوى، مفيش وسط، هو يعني كله كل حاجه انت واخده بتحسي حقها. انت يعني بتنبهري ليه؟ لان احنا لما بندخل حاجه بندخلها بقلبنا وبعقلنا وبفكرنا بكل ما فينا، بندخل الحاجه دي، ما عندناش التوازن، يعني علشان احنا ما نتعبش في وقت معين او نقول لغايه هنا وخلاص، مش هدي اكتر من كده، مش هتحمل اكتر من كده، لا يعني بقفلها بالضبه والمفتاح، فعلشان احنا بندخل جامد قوي في الحاجه، فاحنا محتاجين شويه توازن. في خلافاتنا يكون في توازن، في اتفاقنا بيكون في توازن، في الحب بيكون في توازن، في الكره مش عايزين كره خالص. طب احنا عايزين نروح كده لحد اسوان ومعانا مكالمه من دوابه. دوابة من أسوان. أهلا ألو؟ وسهلا. أهلا وسهلا بيك. دوابة من أسوان. حلو اسمك قوي يا دوابة. روعة أسوان أصلا وأهلها. حضراتكم الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع مهم جدا. اتفضلي. هو الزوجة يما في حالة إن زوجها عايز يتزوج عليها، يعني تعمل إيه؟ بالظبط. أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. أقول لحضرتك حاجة، الزوجة يما بتفكر في الانفصال بتخسر كتير. لان حضرتك هل هم اولاد هدول رجاله يعتمد عليهم يوم ما تنفصل عن زوجها حيشيلوها ولا حيحملوها اكثر من حملها وهم تفكيرهم على كدهم؟ فبدل ما هي حتكون شالت حملها هي حتكون شالت حملها وحمل عيالها كمان. بس دي حاجه في علم الغيب. بتستعندها في قدره في تحمل المسؤوليه وشيل الشيله من بعد زوجها، ولا هي مش حتقدر تتحمل المرحله الصعبه اللي حتعدي عليها فيما بعد؟ اما بالنسبه الو انا معاك يا دوابه كملي. اما بالنسبه ان هي زوجها يتزوج ولا عنده نزوه، اللي ما ترضاهوش على نفسها ما ترضاهوش على ولايا الناس. هل هي ترضى على نفسها ان هي تعمل حاجه مش كويسه مع حد؟ فالانسان يحب الخير زي ما يحب لنفسه يحب لغيره. دوابه انت تفضلي على الناس ربنا يحفظ له عرضه. يعني انت كده بتفضلي ان جوزك يتجوز عليكي بس ما يخونكيش؟ ده نصيب حضرتك، ده نصيب، ده ابتلاء اللي ربنا مقدر عليها. زوجها هيتزوج عليها لو اتطرقت السماء على الارض مش هتقدر تمنع هذا الزواج. اللي ربنا مش مقدر عليها لو هو حتى اغنى واحد في العالم مش هيقدر يتجوز. شكرا. لان تقدير ربنا كلمه ربنا هي النافذه، هي تلجا الى الله وتتضرع الى الله وتقول يا رب انا سلمتك امري وفوضتك امري، واللي تلقى الخير ليا يا رب اعمله. بشكرك جدا يا دوابه. ده رأي تاني، ان في ستات فعلا مصريه تقول لك انا مش هقدر اشيل حمل عيالي، انا هتطلق واسيب ولادي لمين ومين هيصرف ولو عليهم. ولو تقدر تشيل الحمل ماديا هتلاقيها اجتماعيا بتخاف من المواجهه. في ست من كتر الاصاله اللي هي فيها تقول لك لا انا ما احطش نفسي في محط، انا ما هي مخلفه راجل، هي يقول لها يعني ما كنتيش قادره تتحملي حياه بابا، ابويا حياته مش وحشه قوي كده، كنت تتحملي معاه بس نعيش كلنا في بيت واحد. هي برضو مخلفة راجل في المجتمع، واحنا عارفين الراجل هو بيتربى يا دكتور ازاي. برضو في ست ليها نفسية، احنا اتفقنا انها ممكن ترجع ان واحدة ربنا تقدر انعم عليها بقوة التحمل فعلا. انت والله لما بتقعدي مع الستات، انا يمكن بحكم شغلي او بحكم الحاجات الكتير اللي الواحد طبعا بيشوفها، فعلا انت بتلاقي ناس في الاول بيبقى الموضوع صدمه عليها، وبعد كده بيحصل لها ثبات نفسي رائع، علشان هي بصت من كذا اتجاه، بصت ان ده استقرار لحياتها، بصت ان هي بتحب البني ادم ده. اصل الحب مش عيب. لما اجي اقول انا كملت مع جوزي حتى وهو متجوز عليا عشان انا بحبه، طب ما هي في ناس الشهامه بتاخدهم في الاول وتقول لك لا انا خلاص لا لازم اتطلق،
ويروح ويتجوز واحدة تانية، تلاقي بعد كده تكتشف ان في رسائل انا مستعدة نرجع لبعض لاني مش قادرة اعيش من غيرك. فهي الفكرة كلها ان احنا ما ناخدش الموضوع من اوله، يعني ما ناخدش الموضوع بعنفوان في الاول، افكر اعيد حساباتي، هل انا هقدر اعيش اولا من غير الراجل ده في حياتي، بل بعمل لها بعيدا عن ترتيباتها وحساباتها. بعيدا عن الماديات، ماديات بتتغير من وقت للتاني، انا مشاعري ان انا حبيت البني ادم ده من ناحية المشاعر واتجوزته ويعني ملبي احتياجاتي وعارف امكانياتي وعارف حياتي وخلاص، انا مش هقدر يكون في حياتي راجل تاني، احسبها مع نفسي كويس. بتفرق، يعني هي عايزه، انا عايزه قاعده مع النفس، انا هقرر انا هعمل بالظبط. ايه. احنا معانا يا دكتور ابراهيم من الجيزه. الو الو، الو، ايوه مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا استاذ ابراهيم. بصي حضرتك، اولا انا بشكر استاذه دوابه، وهو ده الكلام الصح اللي المفروض كل البنات وكل الحريم تصدقه وتقتنع بيه. طيب بس انا مبدئيا بشكرك، بس عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. انا دلوقتي لما انت تتجوز واحده وتعيش معاك على الحلوه والمره وتشيلك، يعني بص، وبنت اصول، تمام. انت يبقى مستاهل عليك ان انت تكسرها او تجرح مشاعرها وتقولها انا عايزه اتجوز تاني؟ لا، ما هو بصي، هو مش من ما كانش الشرع بقى، فيه انا مش سبب يبقى ما بتكلم من فيش الشرع. داعي. يعني انا رأيي الشخصي اه ان ما رايك كانش الشخصي. فيه سبب يبقى ما فيش داعي للجواز التاني. ولو لاسباب، مثلا يعني احنا بنشوف حالات كتير في المجتمع بيتجوزوا من اجل العفة، يعني بنات الاعداد كتيرة والرجالة اعدادها اقل. ليه الحريم تحسبها ان هي فرجة عين؟ مش فاهمة، يعني انت بتحل مشكلة عنوسة ده قصدك ولا؟ يعني ما احنا لو ما عملناش كده المجتمع كله هيزعل. لا سيبك من المجتمع بقى دلوقتي، وسيبك من مشكلة العنوسة. انت دلوقتي متزوج ومراتك زي الفل وما فيهاش غلطة، ايه السبب اللي يخليك مثلا تتجوز عليها؟ ايوه هو ده، ايوه هي رافضه الموضوع اصلا. بشكرك يا استاذ ابراهيم. هو شفت يا رد، قالك هي رافضه الموضوع اصلا. طب هو منطع اهو، مش قايل حاجه، هو الراجل اللي ما اتجوزش عليها ولا حاجه، يبقى هو بيحب مراته ومكمل معاها وراضي ان هي رافضه، فهو اقصد مش بقى، بيطرح انا ده الموضوع. اللي انا اقصده، ان هو لو في راجل فعلا، يعني عارفه، اللي هو بيقدر مشاعر مراته، ما لا، في طبعا، وفي كتير جدا، وبيوتنا في بيوت جميلة جدا، وتبقي فخورة انك تسمعي قصصهم وتسمعي حياتهم وتجتمعي بأولادهم، في استقرار جامد جدا جدا، وفي برضو يعني هزة في بيوت كتير جدا نتيجة انشغال المرأة بالعمل، انشغال المرأة بحاجات سوري مش مهمة، في بيوت ممكن بتتهد او الراجل بيتخض من ان مش هي دي اللي انا كنت خاطبها، مش هي دي اللي انا حبيتها. انهم بيتغيروا بعد بيبقى طبعا، فيه تغيير، اللي بيبقى هو فيه، المفروض ان يكون وهو فيه. برضو يعني احنا دايما دايما بقول ان اصعب سنة مثلا اول سنة في الجواز دي بتبقى صعبة عقبال ما جدا. بياخدوا على طباع بعض. اتنين بقى وعاشوا مع بعض، ده عاش 25 سنة باسلوب وكان قمة في الشياكة في ايام الخطوبة، انا فوجئت بحد تاني خالص، بيبقوا فترة مخضوضين من بعض، مش يعني مش عارفين يتعاملوا مع بعض، وهي كذلك فاهمة ان هي تتعامل مع حد زي باباها مثلا، لكن هي بتتعامل مع شخصية تانية خالص، ده حقيقي. فبيتحملوا بعض بقى، هي دي الشطارة وهو ده الحب وهي دي المودة وهي دي الرحمة وهي دي القيم والمبادئ اللي اتربوا عليها في بيوتهم، اللي هي الأساسيات اللي دايما برجع كل خلل بيحصل للتربية. صح. وفي انا عايزة اقول حاجة تانية، الازواج في مش شرط انه يكون هو عينه زيغة او كده، مش ده اللي اقصده، بس بتلاقي ان في شركة، صاحب شركة، بتلاقي دكتور، بتلاقي مهندس، الموضوع مش ان انا عايزة اتجوز، هو برضو يعني انا عايزة اقولها بطريقة اوضح شوية، يعني اللي هو دي حلوة، فانا انا مش ايه، مش هتجوزها، مش همشي معاها، بس تلاقي لساني حلو كده على طول، ايوه وانا مش مع ده مراتي. موجود يعني طبعا. انا مع مراتي ما بقولهاش ايه العسل ده، ايه الحلاوه دي، هتلاقيني بقى زميلتي في الشغل، مش شرط حب، يعني انا ما اقصدش حب، ايه ده، ايه الحلاوه دي، الطقم ده تحفه النهارده، يعني شكلك النهارده، الميك اب، وتلاقيه بياخد باله من حاجات مراته اللي عاملاها في البيت
مش هتعدي اصلا. اعتاد عليه، اعتاد النعم، اعتياد النعم يا ستي. مراته فظيعه، ونفس الانسانه دي اللي بتسمع الكومنتات من الزوج اول ما تشوف مراته ممكن تتنح، ممكن تقول ايه جمالها ده، ما بتسمعش ده انا مثلا اقل منها. هو اعتاد النعم اللي عنده وخلاص، هو حس يعني ان اجمل حاجه عنده. يعني هو مجرد ما هو ده اللي انا عايزه اقوله، بيمتلك الحاجه الحلوه او الست بينسى بقى كل الحاجات الحلوه دي، بيدور على غيرها. ومش شرط يبقى، انتي قلتي ان هو مش بيدور، هو خلينا بلاش يدور، عينه بيتعامل، هو بيحب بيتعامل، يجامل. هو زي ما بيقولوا بطيخه وبذره كتير. احنا معانا ايمان. الو الو، السلام عليكم. اتفضلي يا ايمان. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انتي متزوجه ولا لا يا ايمان؟ ايه، متزوجه؟ لا، منفصله. منفصلة. طيب انتي، طب اتفضلي اسألي سؤالك. لا، هو كان خاني وانا انفصلت، يعني هو هي جه جابت اعترف لي ان هو حصل الموضوع ده، ومعلش وسامحيني وحقك عليا. لا طبعا انا رفضت. ثواني، هو خانك ولا قالك هتجوز عليكي؟ عشان بس بتفرق. لا، هو قال لي انا خنتك. انا خنتك، يعني هو بس راجع ندمان بقى وكده، ولا هو خانك؟ هو خاني، انا ما اعرفش، هو جه اللي حكى لي انا خنتك وحقك عليا وسامحيني ومش هعمل بس كده تاني. رجعلك وانتي ما سامحتيش؟ لا طبعا ما ينفعش اسامحه، يعني عشان لو سامحته مره هيعمل كده مره واثنين وثلاثه وعشره. بس هو انتي ما كنتيش عارفه، انتي ما بس انتي اكتشفتيش، هو جه اعترف لك. جه اعترف. يعني اقصد لو ما كانش جه قال لك كان هيفضل في نظرك الشخص يعني في مقوله بتقول لك الراجل بيفضل مخلص لحد ما بينكشف. طبعا انا ما كنتش اعرف هو اللي قال لي، ولو كنت عرفت برضك كنت هقرر برضك الانفصال، ان ما ينفعش اعيش مع راجل خاين. تمام، انا بشكرك جدا. يا شكرا يا ايمان. هي ما قدرتش، ما دركت ولا نفسيه، هي ما قدرتش تتقبل فكره ان يكون في واحده تانية. هي بقى احنا مش هننظر بقى هو اعترف لها ندم او كده، هي دي امكانياتها النفسيه، هي مش هتقدر تتخيل ان هي عايشه مع واحد قدر يخونها مع واحده تانية، فهي دي امكانياتها وشابو ليها ان هي قالت ستوب، مش هقدر اكمل اكتر من كده. يعني هو ممكن انت كل ده، ان انا نفسيتي هتتقبل ده او لا؟ اكيد طبعا، دي في المرتبه الاولى. طب مشكلتي ان انا لما بيحصل موقف زي ده، قلتها لك يا دكتور، بيحصل عدم ثقه بالنفس، الست تحلها ازاي؟ بصي، يعني الست انا عايزاها تفهم قوي قوي طبيعه الراجل عشان تبقى واثقه في نفسها طول الوقت. يعني الراجل لو حب ان هو يعرف واحده تانية او يجي يبرر لك اسباب معرفته للزوجه التانية، لواحده تانية او اتجوز اي حاجه، مش هيقول لك لا انا اللي عملت كده، او هيجيب اللوم على نفسه زي اي حد ما بيغلط اي غلط او بيحس ان هو بيعمل اي حاجه خارجه عن المألوف، مش هيغلط نفسه. فانتي لازم تكوني شخصيه فير مع نفسك. ليه تفقدي الثقه بنفسك؟ لو انتي مهتميه بنفسك زي ما انتي مهتميه بجمالك، حتى لو في يعني اخفاق منك في اي حاجه، ده نتيجه ولادك. لو قالك في يوم من الايام كومنت على حاجه مش عاجباه انتي عملتيها، رجعتي عنها، يبقى هو اللي عنده المشكله، هو اللي عنده الاحتياج ده، هو اللي عنده امكانيه عايز يستخدمها. ليه انا، ليه احس، ليه احمل، ليه اجلد ذاتي، وليه احس ان انا اللي عندي المشكله؟ طب ما هو ممكن يكون هو السبب. يعني ممكن تبقى المشكله فيه هو. هي المشكله مش هو اللي بيسبب لها عدم الثقه بالنفس بس، الست قادره كويس جدا ان هي ترد على راجل وتقول له لا انا مش عامله كل ده، هي همها الاول والاخير المجتمع. المجتمع. احنا معانا ايمان. الو ايمان تاني. الو، عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه ايمان. انا دلوقتي كنت متجوزه، فعرف واحده تانية عليا وهو رافض يطلق ومش راضي يرجع. عرف واحده، يعني عرف واحده ازاي؟ معلش يا ايمان. عرف واحده تانية بتعيط. طب اهدي يا ايمان. اولا عرف واحده، يعني قال لك انا عايزه اتجوزها ولا خيانه؟ انا عايزه اتجوزها. طب انت ردك ايه؟ مش موافقه طبعا. وما طلقهاش؟ طب انتي مطلقه ولا لسه على ذمته يا ايمان؟ لا لسه معاك. انتي مش عارفه تعملي ايه صح؟
يعني انتي طلبتي الطلاق يا ايمان؟ لا. لكن طيب. انتي مش موافقه ان هو يتجوز؟ لا. طيب طب الدكتور هو عايش معاكي عادي يعني، هو موجود معاكي؟ طيب حاولي كده من فترة للتانية تراضيه، تشوفي مثلا لو في حاجة هو نفسه فيها. لو انتي مثلا عندك أولاد يا إيمان؟ هو الخط فصل. أنا عايزاها تهدأ أهم هي حاجة. اولا يا ايمان انا يعني انا محتاجاكي تهدي كده، بس انا عندي سؤال. شفتي الحاله دي يا دكتور؟ لا ما هو ده قهر، لا ثواني بقى، ده فيه انا ليه قهر اوصل دلوقتي. للمرحله دي بسبب راجل؟ معلش يعني انا اسفه، بس انا ليه على اوصل فكرة لمرحله احنا في القهر نفس دي؟ الحلقة في راجل كلمنا مقهور جدا بسبب ست، ودي دلوقتي مقهورة بسبب راجل. فاللي بيملك حاجة يقدر يقهر التاني بيعملها، ودي مشكلة في المجتمع، دي مشكلة عند البني آدم، ان هو لما بيحس ان هو متملك حاجة جامدة كده ممكن يجيب هي راس اللي تحلها قدام. ازاي دلوقتي ايمان؟ هي دلوقتي يعني انا فعلا يعني هقول لها حاولي تصبري معاه، حاولي ممكن يكون بيحاول يضايقها لاي سبب من الاسباب، لان احنا ما نعرفش حياتهم ماشيه ازاي. هي ممكن تكون مثلا لسه قايمه من ولاده، لسه والده قريب، لسه عندها اطفال صغيرين، لسه والده اتشغلت عنه، قريب مستحيل اتشغلت يبقى عنه شويه. لا يعني والده قريب ممكن انت لغايه سنتين الام بتبقى ممكن مبهدله. انا يعني مش فاهمه. شايفه نفسها اصلا يعني. فهي بس يعني تصبر شويه، ممكن يكون ده مجرد تهديد ما بينها وما بينه، وتبقى نزوه وحياتها تستقر تاني. يعني تصبر شويه. احنا معانا اتصال سريع. الو استاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا بشكر الناس اللي عاملة البرنامج، انا بشكر القائمين على البرنامج لانه بينور الناس ويفهم الناس على الحاجات اللي هي ما تخربش بيوت، وده شيء جميل جدا جدا جدا. انا شكرا. طبعا ده انا بشكر حضرتك على رايك يا استاذ محمد، ونجاح البرنامج بيكون بدعمكم طبعا. بارك الله فيك. بس احنا عايزين نقول حاجه صغيره قوي، اي حاجه تختلفوا فيها ارجعوا الى الله ورسوله للدين. ونعم بالله ونعم بالله. لو قلنا ان الزوجه هي اساس الحياه من البدايه للنهايه، تمام، وكما قيل ان الام مدرسه ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. تمام. يعني الام لما تربي ابنها هيطلع عنده قيم، يبقى اذا مش هيبص لواحده غير زوجته. بالظبط بالظبط. يعني حضرتك قصدك ان من المنبع من التربيه. للاسف الخط فصل. انا هو كلامه حلو قوي بصراحه، طبعا بيقول لك ان كده بترجع للتربيه للمنبع. تمام زي ما قلت لك بالظبط، اي خلل بيبقى منبعه التربيه. في راجل بيبقى داخل الحياه الزوجيه هو حاسس ان واحده هتخدمني وهتأدي طلباتي، وممكن تروح واحده تيجي تانيه، والام بتربيه على كده، انت تقعد وتحط رجل على رجل وتختار ست البنات ايوه وتروح دي تيجي الف، ولا ده انت تسيبها. وده احنا بنشوف، والدراما مش مخليه حاجه ان اللي هو هي تبين تدخل كل بقى الحاجات يعني للبنات. يعني انا ساعات لما بتجيلي مشاكل بتاعت البنات وان هم بيحكوا الحاجات دي، طيب انتوا بتتفرجوا على الدراما ليه؟ الدراما على فكره حاجه من المؤثرات اللي بتاثر فينا وفي حياتنا. يعني احنا تعلقنا بمسلسلات، وتعلقنا بمواقف، وتعلقنا بحاجات كتير. ما هي اللي انت مش عارفه تشوفيه في المجتمع، ما انت بتشوفيه قدامك في التلفزيون. تمام. انا للاسف للاسف انا كان في اسئله كتير محتاجينها معاكي يا دكتور. للاسف الوقت عدى بسرعه جدا. وللاسف يا جماعه انا بعتذر لكل التليفونات اللي معرفناش نرد عليها، لان كان في تليفونات كتير قوي على الويت. وبشكر حضرتك يا دكتور، وللاسف الحلقه عدت بسرعه جدا. اي حد حابب يتواصل معايا هيكون على صفحه الفيسبوك، على هتبقى على الشاشه دلوقتي، سلمى سليم. بجد يعني انا انبسطت بالحلقه معاكم ومع الدكتور طبعا، ومع كل الاتصالات اللي شرفتنا. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله في ان شاء برنامجكم الله. هي الحكايه ايه.